كان في تعب كبير وارهاق على اللعيبه، عشان خاطر يمكن انتوا كنتوا معانا في الرحله حوالي 16 ساعه و18 ساعه سفر من 3 طيارات مختلفه. فوصلنا اول يوم، يعني مستر كارترون ادانا تمرينات خفيفه وفك عضلات، ويعني بوتسوانا انا جيت مع المنتخب قبل كده كان عندنا مباراه مع المنتخب ولعبنا تقريبا على نفس الملعب، فالاجواء كويسه، ارضيه الملعب اخر مره لعبنا فيها المفروض ان هي كانت كويسه، فلما نشوف الملعب يعني الدنيا هبان، لكن ان شاء الله باذن الله ما احنا اهم حاجه زي ما قلت لك بالنسبه لنا 90 دقيقه نركز في الماتش باصين للمكسب، دي اهم حاجه بالنسبه لنا، اي عوامل ثانيه ان شاء الله باذن الله نتغلب عليها، واهم حاجه ان شاء الله المكسب. يعني هو اي مباراه مع اي فرقه افريقيه في القاهره مختلفه تماما عن لما بتلعب على ارض الفريق المنافس، فالفرقه الافريقيه على ارضها الاجواء مختلفه تماما، فالفرقه انت كسبتها والفرقه دي عندها امل ان هي تصعد، فالماتش هيبقى صعب، هيبقى فيه هجوم بكل خطوطهم، هيبقى فيه دفاع من ناحيتهم ان هم عايزين يكسبوا عشان خاطر يبقوا موجودين، في نفس الوقت احنا كنادي اهلي واسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي ومش هي دي مكانه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله احنا تركيزنا كله على الثلاثه بونت ان شاء الله باذن الله مركزين، وكنا قاعدين بنتكلم اجتماع مع بعضنا كلعيبه ان احنا لازم نركز، طبعا لازم نركز ان احنا ان شاء الله نبص على المكسب، احنا جايين بهدف المكسب، و النادي الاهلي بيلعب دايما على المكسب، والحمد لله الفتره اللي فاتت بنكسب بره وبيبقى عندنا دوافع كبيره ان احنا نكسب بره، فان شاء الله باذن الله اللعيبه عندها اصرار كبير على المكسب، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونبقى في كامل تركيزنا وفي كامل لياقتنا، ويمكن احنا في بدايه موسم فيعني بنبقى محتاجين الناحيه البدنيه بنعوضها بالروح، بنعوضها بالاصرار، بنعوضها باقتلاك على المكسب، دي اهم حاجه. يعني الميزه في لعيبه النادي الاهلي دايما عندهم احساس بالمسؤوليه وعندهم احساس بالموقف اللي هم بيبقوا فيه، احنا في بدايه موسم وكان عندنا ماتشات الفتره اللي فاتت يعني ما حلفناش فيها التوفيق ان احنا نقدر نحقق نتيجه ايجابيه، فربنا كرمنا الماتش اللي فات، عندنا الماتش الجاي يحطنا على الطريق الصحيح بنسبه كبيره، فعلى طول بنتكلم مع بعض، يعني ميزه لعيبه النادي الاهلي على طول بيبقوا مشغولين بالحدث اللي هم فيه، دايما بتفكر ان انت تكسب، دايما بتفكر ان انت عينك على البطوله، ان انت تفرح جمهورك، ان جمهورك ما يبقاش منك الا المكسب، فكل دي تحديات وضغوط عليك كلاعب لازم تتقبلها وتشتغل ان انت تحققها. لا بنتجمع في اي مكان، يعني بنتجمع في اي مكان، وحتى لو ما فيش تجمعات اللعيبه بصراحه بتبقى حاسه يعني بالمسؤوليه.